السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا في هذا التمرين الشامل حول الدوال اللوغاريتمية النبيرية. إذا التمرين يتضمن 3 أجزاء. إذا قبل ما تشاهدوا التمرين حاولوا تنجزوا التمرين بمفردكم، ومن بعد يمكن لكم تشاهدوا التمرين باش يمكن لكم تستافدوا من الحل. إذا التمرين هو تمرين شبيه بما يعطى في الامتحانات الوطنية. إذا هذا هو التمرين، الجزء الثالث فيه متتالية عددية. إذا نبدأ على بركة الله بالجزء الأول. إذا لتكون جي الدالة المعرفة على المجال 0 بلس انفيني بما يلي: جي الإكس تساوي إكس ناقص واحد ناقص إل الإكس. سؤال واحد: حدد الدالة المشتقة للدالة جي ثم أنشئ جدول التغيرات. إذا تحديد جي بريم لكل إكس من 0 بلس انفين. إذا لدينا جي دو إكس تساوي إكس ناقص واحد ناقص ألين دو إكس. إذا مشتقة الدالة جي تساوي المشتقة ديال إكس ناقص واحد ناقص ألين ديال إكس. إذا المشتقة إكس كتعطينا واحد، المشتقة ناقص واحد صفر، المشتقة ديال ألين إكس هي واحد على إكس. إذا نبسطو هاد الكتابة هادي ونوحدو المقامات. مقام موحد هو إكس، إذا كيعطينا إكس ناقص واحد على إكس. إذا لإنشاء جدول التغيرات يجب تحديد إشارة جي بريم. إذا عندنا جي بريم إكس تساوي إكس ناقص واحد على إكس، إكس عندنا عدد موجب، إذا إشارة جي بريم ديال إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. إذا كنديرو جدول التغيرات. لدينا الدالة جي معرفة على المجال صفر بلس لانفيني. إذا إكس صفر بلس لانفيني، في هاد الخانة كنديرو جي بريم ديال إكس، هنا تنديرو جي إكس. الدالة غير معرفة، إذا كندير واحد دوبار هنايا. قلنا بأن إشارة جي بريم هي إشارة إكس ناقص واحد، إذا إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد. إذا على اليمين هنا غيكون بلوس وهنا غيكون موا. إذا الدالة غتكون عندنا تناقصية تزايدية. واحد، إذا هنا كنديرو جد واحد. إذا باش نكملو الجدول خصني ضروري نحسب النهاية في الصفر على اليمين وفي بلوس انفيني ونحسب جد واحد. إذا النهاية ديال جد إكس عندما تؤول إكس إلى صفر بلوس، ليميت ديال إكس ناقص واحد ناقص ألين إكس في زيرو بلوس. إذا التعويض المباشر تعطينا صفر ناقص واحد، أي ناقص واحد ناقص الألين ديال زيرو بلوس، هي موال لانفيني مضروبة في ناقص هي بلوس لانفيني. النهاية كذلك ديال جد إكس في بلوس لانفيني. إذا النهاية ديال إكس ناقص واحد ناقص ألين إكس بلوس لانفيني. تعويض المباشر، إذا عندنا بلوس لانفيني موال لانفيني شكل غير محدد. إذا ممكن ندير التعميل، أغلب الحالات بالنسبة للآلين تنديرو التعميل. إذا إلا عملنا بإكس، إذا كانت عندنا إكس بقات واحد، هنا عندنا ناقص واحد إذا كنقسم على إكس، وهنا كذلك ناقص ألين إكس على إكس، داكشي اللي عملت به تنقسم عليه. دابا يمكن لي نحسب النهاية. عندنا الألين ديال إكس على إكس في بلوس أنفيني تؤول إلى الصفر، واحد على إكس كذلك تؤول إلى الصفر، إذا كيبقى لنا واحد في بلوس أنفيني هي بلوس لانفيني. نديرو التعليل هنا لأن النهاية ديال ألين ديال إكس على إكس بلوس لانفيني تساوي صفر، والنهاية ديال واحد على إكس بلوس لانفيني تساوي صفر. بقالي نحسب جد واحد. إذا
واحد ناقص واحد ناقص الإيلند واحد، كنعوضو إكس بواحد، إذن إيلند واحد صفر، إذن واحد ناقص واحد تعطينا صفر. إذن كنكملو الجدول، عندنا بلوس لانفيني زيد واحد عطاتني صفر، والنهاية في بلوس لانفيني عطاتنا بلوس لانفيني. إذن الدالة جي تناقصية حتى الصفر، ومن بعد دالة تزايدية، أي تناقصية من المجال صفر واحد وتزايدية على المجال واحد بلوس لانفيني. السؤال الموالي يقول استنتج أن جي دو إكس أكبر من أو تساوي صفر لكل إكس من زيرو بلوس لانفيني. استنتج يعني من السؤال السابق، السؤال السابق درنا جدول التغيرات ولقينا بأن الدالة جي تناقصية على المجال صفر واحد وتزايدي على المجال واحد بلوس انفيني. إذن الدالة جي تقبل مطرافا في النقطة واحد، وبالضبط تقبل قيمة دونية. إذن حسب سؤال واحد، الدالة جي تقبل قيمة دنيا في واحد. ما معنى تقبل قيمة دنيا في واحد؟ أي مهما يكون إكس تقبل قيمة دنيا مطلقة، مهما يكون إكس تنتمي إلى صفر بلوس لانفيني، إف دو إكس أكبر من أو تساوي أو جي دو إكس أكبر من أو تساوي جي ديال واحد. جي دو واحد ديال صفر، إذن جي دو إكس أكبر من تساوي صفر لكل إكس من المجال زيرو بلوس أنفيني. إذن نمر إلى الجزء الثاني. في الجزء الثاني نعتبر الدالة العددية إف المعرفة بما يلي. إذن إف الإكس تساوي إكس مربع ناقص إكس إلين إكس عندما يكون إكس أكبر قطعا من الصفر، وعندنا إف صفر هي صفر. السؤال الأول، حدد مجموعة تعريف الدالة إف. إذن خلال الدالة ديالنا فخصني ننتبه بأنه عطيني f دو x كتساوي لنا واحد التعبير عندما يكون x أكبر قطعا، وكتساوي لنا f صفر كتساوي صفر عندما يكون x يساوي صفر. إذا مجموعة التعريف هنا بحال اللي عطينا دالة معرفة بأجزاء يعني بجزئين. إذا المجموعة التعريف ديال الدالة f، إذا كنحدد المجموعة التعريف ديال الجزء الأول ملي كتكون x أكبر من صفر، وكنحدد المجموعة التعريف ديال الجزء الثاني أي ملي كتكون إكس كتساوي صفر، وكندير الإتحاد ديالهم. إذن ديال الجزء الأول، إذن إكس كتنسمي الآر. في الجزء الأول عندنا الإيلند إكس، إذن إكس سيكون تكون أكبر قطعا من صفر. إذن هادي ديال الجزء الأول، إتحاد ديال الجزء الثاني. الجزء الثاني شنو عندي فيه؟ عندي فيه غير عدد واحد يعني غير الصفر، إذن إتحاد صفر. إذن إكس أكبر من أو تساوي أكبر قطعا من صفر، اتحاد صفر يعني أن إكس أكبر من أو تساوي صفر، أي المجال صفر بلوس لانفين. نمر إلى السؤال الثاني، بين أن إف متصلة في صفر على اليمين. إذن هذا السؤال الثاني ممكن اللي غادي يخطأ في مجموعة التعريف وغادي يدير بأن المجال المفتوح زيرو بلوس لانفين، غيبان له الخطأ ديالو من السؤال الثاني. إذا مادام عطيني إف متصلة في الصفر، بين أن إف متصلة في الصفر، إذا صفر خصو يكون داخل مجموعة التعريف، لأن ما يمكنليش نبسط الإتصال في نقطة لا تنتمي إلى مجموعة التعريف. كنتمنى باش يكون هادشي واضح. إذا ندرسو الإتصال، يعني خصني نحسب النهاية ديال إف دو إكس في صفر بلوس، ولقاها كتساوي لنا إف ديال صفر. إذا النهاية ديال إكس كاري ناقص إكس الإلين ديال إكس في زيرو بلوس. إذا عندنا صفر، عندنا النهاية في إكس إلين إكس تؤول إلى صفر، هذه نهاية أساسية. إذا كيبقى لنا هذا الشيء يساوي صفر، وكذلك يساوي إف ديال صفر لأن حسب المعطيات تساوي صفر. إذا إف متصلة في صفر على اليمين. سؤال ثلاثة،
ادرس قابلية الشقاق الدالة اف على يمين الصفر، ثم اعطي تأويلة هندسية للنتيجة المحصل عليها. اذا نحسبو نديرو الدراسة ديال الشقاق. اذا خصني نحسب ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر في الصفر على اليمين. اذا نقوم بالتعويض، اف ديال صفر هي صفر، اذا كيبقى لنا اكس مربع ناقص اكس ln ديال اكس على اكس في صفر على اليمين. عندنا الامكانيه ديال الاختزال، اذا الى اختزلنا نعمل باكس في البسط ونختزل، اذا غيبقى لنا اكس ناقص ln ديال اكس على اكس بعد ذلك كنختزلو باكس كيبقى لنا اكس ناقص ln ديال اكس 0 بلس. اذا نحاولوا نعوضوا، اذا صفر ناقص ln ديال صفر بلس هي موال لانفيني، في الناقص هي بلس لانفيني، لان ليميت ديال ln ديال اكس 0 بلس راه هي موال لانفيني. اذا لقينا النهايه ديال اف الاكس على اكس ديال اف الاكس ناقص اف 0 على اكس ناقص 0 كتساوي لنا بلس لانفيني. ماذا يعني هذا؟ يعني ان اف غير قابله للاشتقاق. اذا اف غير قابل للاشتقاق في صفر على اليمين. تتمة السؤال، اول هندسيا النتيجة. تأويل هندسي بالنسبة للاشتقاق يعني المماسات. اذا سي اف يقبل المماس مماس هنا كيفاش داير؟ حسبنا لقينا حسبنا النهاية يعني الاشتقاق في 0 بلس لقيناه بلس لانفيني، اذا مماس رأسي، يقبل مماس رأسي موجه. باش نعرفو واش موجه نحو الأعلى أو نحو الأسفل كنشوف الإشارة ديال دونك 0 بلس بلس لانفيني. إلا كان بلس بلس ولا موان موان كيكون نحو الأعلى، إلا كان إشارة مختلفة يعني 0 بلس موان لانفيني يعني بلس موان ولا موان بلس كيكون نحو الأسفل. إذا عندنا بلس بلس يعني يقبل مماس رأسي موجه نحو الأعلى في النقطة اللي كندرس فيها الاشتقاق، أي في النقطة صفر اف ديال صفر أي صفر صفر. سؤال رقم 4، السؤال يقول احسب الليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى بلس انفيني، ثم ادرس الفروع اللانهائية. اذا غنحسبو النهاية ديال الدالة اف بلس لانفيني، اذا لدينا الليميت اف لي اكس بلس انفيني كتساوي لنا الليميت دي اكس كاري ناقص اكس الين اكس بلس لانفيني. اذا كنديرو التعويض المباشر. التعويض المباشر بلس انفيني اكس الين اكس غيعطينا بلس لانفيني، اذا بلس لانفيني ناقص بلس لانفيني هذا الشكل غير محدد، اذا كيعطينا بلس لانفيني موال لانفيني وهذا الشكل غير محدد. اذا خصني نحاول نحيد الشكل غير محدد. كيمكن لي نعمل اكس مربع، حنا عندنا اكس وعندنا اكس مربع، دائما حاولوا تعملوا باكبر عامل يعني باكبر اس. اذا نعمل باكس مربع، كيبقى لنا واحد، كانت عندنا اكس وعملنا باكس مربع، اذا ln اكس على اكس. ln اكس على اكس في بلس انفيني النهايه ديالها كتعطينا صفر، اذا كيبقى لنا بلس انفيني في واحد هي بلس لانفيني. ندير التعليل هنا، لان ليميت ديال ln اكس على اكس في بلس لانفيني تساوي صفر. التتمة ديال السؤال الرابع، ادرس الفروع اللانهائي للمنحنى بجوار بلس انفيني. اذا لدراسة الفروع اللانهائية، لقينا النهاية في بلس انفيني عطاتني بلس انفيني، اذا خصني نحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس بلس لانفيني ونشوف شنو غادي تعطيني. اذا هي الليميت ديال اكس كاري ناقص اكس الالين ديال اكس على اكس بلس لانفيني.
إذا يمكن لي نعمل بـ x مربع في البسط، كيبقى لنا واحد ناقص ln ديال x على x على x بلس انفيني. إذا كنختزلو بـ x، كيبقى لنا الفوق x واحد ناقص ln ديال x على x بلس انفيني. إذا التعويض المباشر عندنا ln x على x ليميت ديالها بلس انفيني يؤول إلى صفر، كيبقى لنا بلس انفيني في واحد هي بلس لانفيني، لأن ليميت ديال ln x على x بلس انفيني تساوي صفر. إذا ماذا تعني هذه النتيجة هندسيا؟ إذا تعني بأن السائف يقبل فرعا سلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار بلس لانفيني. بجوار بلس لانفيني تعني عندما يؤول x إلى بلس لانفيني. نمر إلى السؤال رقم 5، بين أن f بريم ديال x تساوي x زائد g ديال x لكل x أكبر قطعا من صفر. إذا كنحط حدايا f ديال x و g ديال x، كنحسبو الاشتقاق ديال الدالة f. إذا هو الاشتقاق ديال x مربع ناقص x ln x. الاشتقاق ديال x مربع سيعطيني جوج x ناقص الاشتقاق ديال x ln x. إذا عندنا مكتوب على شكل جداء دالتين، إذا جداء الاشتقاق ديال جداء دالتين هو U بريم V بلس V بريم U. خصني ننتبه هنا لأن كاين البعض اللي تيدير ناقص. إذا X بريم هي واحد، يعني ln ديال X زائد X مضروبة في الاشتقاق ديال ln X اللي هي واحد على X، إذا X على X. إذا جوج إكس ناقص ln X، و X على X كتعطينا واحد، ملي كنحيدو الأقواس كترجع لنا ناقص واحد. في التعبير عطيني هما خصني نلقى بأن f بريم ديال X كتساوينا X زائد جد X. هنا عندنا جوج إكس، إذا هاد جوج إكس يمكن نكتبها على شكل X زائد X ناقص واحد ناقص ln ديال X. إذا هاد التعبير هذا راه هو جي ديال X. إذا x زائد g ديال x، إذا f بريم دو x تساوي x زائد g ديال x لكل x أكبر قطعا من الصفر. السؤال الموالي 5 ب، استنتج تغيرات الدالة f على d دو f. إذا لاستنتاج تغيرات الدالة f يجب تحديد إشارة f بريم ديال x. إذا لقينا f بريم ديال x كتساوينا x زائد g ديال x. إذا حسب السؤال اللي شلنا في الجزء واحد سؤال جوج، حسب السؤال جوج سؤال جوج جزء واحد، كنا لقينا بأن g دو x أكبر أو تساوي صفر لكل x أكبر من الصفر، ولدينا x أكبر من قطعا من الصفر. إذا x أكبر قطعا من الصفر يعني أن إلى جمعنا x مع g ديال x غنلقاوها أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي f بريم ديال x أكبر قطعا من الصفر لكل x أكبر من الصفر. إذا الدالة f تزايدية على المجال 0 بلس لانفيني. إذا في جدول التغيرات عندنا x المجال عندنا صفر بلس لانفيني f بريم دو x f دو x. الدالة f بريم غير قابلة للاشتقاق في الصفر، يعني كندير دوبار هنا. إذا قلنا f بريم أكبر قطعا من الصفر يعني موجبة. إذا الدالة f دالة تزايدية، f ديال صفر راه هي صفر، والليميت ديال f
بلوس لانفيني عطاتنا بلوس لانفيني. إذن هذا هو جدول تغيرات الدالة F. نمر إلى السؤال السالف، بين أن Y تساوي X هي معادلة للمستقيم دلتا مماس المنحنى صفر في النقطة A1 1. يعني خصنا نقلب على معادلة المماس في النقطة A1 1. إذن الصيغة العامة للمعادلة ديال المماس في واحد في واحد X 0 تكتب على شكل F بريم ديال X 0 X ناقص X 0 زائد F ديال X 0. X 0 هو أفصول النقطة A. إذن F بريم ديال واحد واحد أو X ناقص واحد زائد F ديال واحد. F بريم ديال واحد تساوي واحد زائد G ديال واحد. G ديال واحد كنا لقيناها هي صفر، إذن كيبقى أن F بريم ديال واحد يساوي صفر. و F ديال واحد نعوضو في الدالة F، غنلقاو بأن هي واحد مربع ناقص واحد الألان ديال واحد أي تساوي واحد. إذا عندنا واحد عامل إكس ناقص واحد زائد واحد، كنحيدو الأقواس كيبقى لنا إكس ناقص واحد زائد واحد هي إكس. إذا إكريك تساوي إكس هي معادلة مماس في النقطة A1 1. ننتقل إلى السؤال الموالي السابع، أدرس الوضع النسبي لمنحنى الدالة إف والمستقيم دلتا. إذن لدراسة الوضع النسبي للمستقيم ومنحنى كخصني نحسب F لX ناقص Y أي معادلة المنحنى ونحدد الإشارة ديالها. إذن F لX ناقص Y أي F لX ناقص Y تساوي X. إذن نعوض F لX بالقيمة ديالها هي X كاري ناقص X ln ديال X ناقص X. إذن خصني نحدد الإشارة ديال التعبير اللي لقيت. إذا ممكن نعمل بإكس، كيبقى لنا إكس ناقص الألان ديال إكس ناقص واحد، وهذا التعبير اللي لقينا راه هو جي ديال إكس. إذا إكس جي ديال إكس، وهنا يمكن لي بسهولة نحدد الإشارة ديال إكس جي ديال إكس. إذا حسب السؤال وجوج الجزء واحد لقينا بأن جي ديال إكس أكبر أو تساوي صفر لكل إكس من المجال 0 بلس أنفين، وعندنا إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا الجداء ديال عددان موجبان هو عدد موجب، إذا إكس جي ديال إكس أكبر من الصفر، وبالتالي فإف دو إكس ناقص إكس أكبر من الصفر، أي أن إف دو إكس أكبر من X. ماذا يعني هندسيا هذه النتيجة؟ تعني بأن السائف يوجد فوق دلتا. ننتقل إلى السؤال 7 ألف، أحسب F دو بريم دو X لكل X أكبر قطعا من الصفر، يعني المشتقة الثانية. إذا حسبنا المشتقة الأولى لقيناها كتساوي لنا X زائد G دو X. إذن F دو بريم ديال X هي المشتقة X زائد G ديال X. إذن المشتقة X كتعطينا واحد زائد المشتقة ديال G بريم ديال X، والمشتقة ديال G بريم X بقلي باش لقيتها في الجزء الأول هي X ناقص واحد على X. إذن نوحد المقام واحد هو X. إذن X زائد x ناقص واحد على x أي تساوي جوج x ناقص واحد على x. إذا المشتقة الثانية هي جوج x ناقص واحد على x. دائما ما كيعطيكم المشتقة الثانية، فالهدف منها هو دراسة تقعر المنحنى، ومن بعد كذلك كنحدو نقطة الانعطاف. في السؤال الموالي طلبوا منا نحدو تقعر منحنى الدالة F ثم نقطة الانعطاف. إذا تقعر منحنى الدالة F خصني ندرس الإشارة ديال F دو بريم. F دو بريم كتساوي جوج إكس ناقص واحد على X. X عدد موجب، إذا كيبقى لي الإشارة ديال F دو بريم هي إشارة البسط أي جوج إكس ناقص واحد. إذا إشارة
اف دو بريم هي إشارة جوج إكس ناقص واحد. إذا عندنا إكس في المجال صفر بلس لانفيني، عندنا إف دو بريم ديال إكس اللي كتنعدم في واحد على جوج، لأن قلنا إشارة إف دو بريم هي إشارة جوج إكس ناقص واحد، جوج إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد على جوج. الإشارة ديال جوج إكس ناقص واحد هذه حدودية من الدرجة الأولى، إذن على اليمين إشارة أ وعلى اليسار إشارة عكس إشارة أ. في الخانة الثالثة كنديرو تقعر المنحنى، إذن عندنا هنا ناقص كتعني بأن عندي واحد تقعر. هنا عندنا زائد عندنا تحدد، وعندنا هنا صفر، اي هنا عندنا واحد نقطة انعطاف، واحد على جوج اف دو واحد على جوج. اذا كيفاش نعرف تحدد او تقعر؟ دائما كنشوف من التحت، اذا الا شلنا من التحت راه غيبان لي هنا غيبان لي تحدد، وهنا غيبان لنا تقعر. من بعد طلبوا مني نحدد نقطة الانعطاف، إذا بالنسبة لنقطة الانعطاف كنحددها انطلاقا من اف دو بريم. إذا كانت اف دو بريم تنعدم في واحد اكس زيرو مع تغيير الإشارة فإن السيف يقبل نقطة الانعطاف. وكاين طريقة ثانية هي ملي كيكون عندنا اف بريم تنعدم، إذا اف بريم تنعدم في واحد اكس زيرو بدون تغيير الإشارة، يعني كيكون عندنا اف بريم كتنعدم في واحد اكس زيرو بدون تغيير الإشارة، يعني كيكون بلس بلس ولا موان موان، أولا اف بريم كتنعدم في واحد اكس زيرو مع تغيير الإشارة يعني بلس موان ولا بلس موان في العكس. إذا اف دو بريم تنعدم في واحد إلى جوج مع تغيير الإشارة، إذا واحد على جوج اف دو واحد على جوج نقطة انعطاف ديال المنحنى السائف. غادي نحسبو اف دو واحد على جوج لان غنحتاجها من بعد، اذا كنعوضو في الدالة اي اكس كار يعني واحد على اربعة ناقص واحد على جوج الالين دو واحد على جوج، إذا هي واحد على أربعة. عندنا الألين دو واحد على جوج هي جوج، إذا هي زائد الألين ديال جوج على جوج، إذا هذا هو القيمة ديال إف دو واحد على جوج. نكمل التمرين رقم جوج من سلسلة تمارين الدواء اللوغاريتمية بالسؤال الثامن المتعلق بإنشاء الشكل الهندسي. إذا حنا عندنا واحد المعلم متعامد ممنظم، طلبوا مني إنشاء مستقيم دلتا اللي المعادله ديالو يكري كتساوي لنا اكس. اذا هذا عباره عن مستقيم يمر باصل المعلم، عباره عن داله خطيه، اذا هو هذا اللي نشأنا دلتا. لانشاء المنحنى نحاول نشوف ننشا المماسات والمقاربات اللي كانوا عندي. اذا بالنسبه لينا حنا عندنا واحد المماس في النقطه صفر صفر مماس راسي، اذا نشؤوا هذا المماس هذا. اذا عندنا واحد المماس في النقطه صفر صفر، عندي كذلك نقطة انعطاف في النقطة واحد واحد على جوج، الاف دو واحد على جوج تقريبا غتجينا نقطة انعطاف واحد على جوج صفر فاصلة ستة، إذا واحد على جوج صفر فاصلة ستة تقريبا غتجينا واحد نقطة انعطاف في هاد النقطة هادي. إذا حسب جدول التغيرات فعندنا الدالة تزايدية من صفر حتى البلوس انفيني، اذا المنحنى غيكون عندنا هنا مماس، اذا غيمشي لنقطة الانعطاف، وعندنا المنحنى يقبل فرش الجميف في اتجاه محور الاراتيب، يعني فرش الجميف بهذا الشكل هذا، اذا المنحنى غيطلع تقريبا بهذا الشكل هذا.
إذا في السؤال 9000 بين أن الدالة إف تقبل دالة عكسية إف موازنة معرفة على مجال جي يجب تحديده. إذا لكي نبين أن إف تقبل دالة عكسية إف موازنة خصها تكون عندنا إف، إذا لدينا إف دالة متصلة وتزايدية على المجال زيرو بلس لانفيني. إذن هذا غنسميه المجال إيه. ما معنى إف دالة متصلة وتزايدية على المجال زيرو بلس لانفيني؟ يعني أن إف تقبل دالة عكسية، إذن إف تقبل دالة عكسية إف موانزا معرفة على المجال إف ديال إيه اللي هو جي. إذن جي كتساوي لنا إف ديال إي، أي إف ديال صفر بلس لانفيني، أي إف ديال صفر ليميت ديال إف دو إكس بلس لانفيني. سبق لنا باش لقينا إف ديال صفر هي صفر، والليميت ديال إف إكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذن المجال جي هو المجال صفر زائد لا نهاية. إذن السؤال الموالي، أنشئ في نفس المعلم سي إف موان زا. إذن غادي نرجعو للمعلم ديالنا. إذن بالنسبة لسي إف موان زا و سي إف متماثلان بالنسبة للمستقيم الذي معادلته إكريك تساوي إكس، أي لهذا المنصف الأول، لهما نفس كذلك من حتى تغيرات. إذن كان عندنا مماس رأسي غيولي عندنا مماس أفقي في النقطة كذلك صفر صفر. هنا غيكون عندنا واحد نقطة انعطاف، ولكن كنغيرو كيولي عندنا نقطة انعطاف 0.1 على 2. دائما في الدالة العكسية إكس كتولي إيكغيك و إيكغيك كتولي إكس، كنقلبو. إذا المنحنى غيمشي في هاد، وغيكون عندنا كذلك فرشة جميع في اتجاه محور الأفاصيل. دونك كان عندنا فرشة جميع في اتجاه محور الأراتيب بالنسبة للسي إف، سي إف موان زا غيولي فرشة جميع يقبل فرشة جميع في اتجاه محور الأفاصيل بهذا الشكل هذا. إذن هذا هو سي إف موان زا. السؤال الموالي بين أن إف موان زا قابل للإشقاق على صفر زائد لا نهاية. إذن لكي تكون إف موان زا قابل للإشقاق على صفر زائد لا نهاية كخصها تكون إف، إذن لدينا إف قابل للإشقاق على صفر بلس لانفيني، وكذلك لدينا اف بريم لا تنعدم على المجال صفر بلس انفيني. اذا خص اف تكون قابله للاشتقاق على صفر بلس انفيني واف بريم لا تنعدم. اذن الى تحققوا لي هاد الشرطين هادو كنقول بان اف موانزا قابله للاشتقاق على اف ديال اف زيرو موانزان، واللي لقيناه هو زيرو موانزان، يعني الصورة ديال المجال. إذا اف قابل للإشقاق على صفر بلس لانفيني. إذا السؤال الموالي 9 دال، احسب اف موانزان بريم دواحد. إذا باش نحسبو اف موانزان بريم دواحد غادي نحاولو ناخدو العلاقة العامة ديال الإشقاق الدالة اف موانزان. إذا عندنا اف موانزان بريم إكس تساوي واحد على اف بريم اف موانزان ديال اكس. اذا غادي نعوضو اكس بالعدد واحد، اذا غيعطينا اف موانزان بريم ديال واحد هي واحد على اف بريم اف موانزان ديال واحد. دابا كيفاش نلقى هاد اف موانزان ديال واحد؟ اذا حنا كنعرفو بالنسبة للدالة العكسية فعندنا اف دي اكس زيرو كيساوي لنا ايكغيك زيرو، يكافي ان اف موان زان ديال اكغيك زيرو تساوي اكس زيرو. اذن اف موان زان ديال واحد تساوي اكس زيرو، يعني ان اف ديال اكس زيرو تساوي واحد. وحنا سبق لنا باش لقينا اف ديال واحد العدد تساوي لنا واحد، سبق لنا باش قلنا بان اف دو واحد راهي واحد، اي اف موان زان ديال واحد تساوي واحد. اذا غنرجعو للصيغة ديالنا وغنعوضو اف موان زان واحد بالعدد واحد، اذا كيعطينا اف بريم ديال واحد.
و اف بريم د واحد كيمكننا نحسبوها. اذا عندنا اف بريم ديال اكس تساوي اكس زائد جي ديال اكس. اذا اف بريم ديال واحد راه هي واحد زائد جي ديال واحد. جي د واحد صفر، اذا كيبقى لنا واحد. اذا واحد على اف بريم ديال واحد هي واحد على واحد هي واحد. اذا نعتبر المتتاليه المعرفه بما يلي: U0 تساوي 1 على 2، UN زائد 1 تساوي F ديال UN. بين بالترجع أن UN محصورة بين 0 و 1 لكل N من N. البرهان بالترجع كتكون من 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحقق، إذا من أجل N تساوي 0 لدينا إذا U0 تساوي 1 على 2، إذا U0 تحقق الخاصية أي السؤال. إذا U0 محصور بين واحد و صفر. الافتراض، نفترض أن UN محصورة بين واحد و صفر. لنبين أن UN زائد واحد محصورة بين صفر و واحد. إذا ثلاثة المراحل: مرحلة التحقق، الافتراض، والبرهان، مرحلة البرهان. إذن لدينا UN محصورة بين واحد وصفر. هنا مادام عطاوني متتالية مرتبطة بدالة، إذن غنستغل داكشي اللي لقيت بالنسبة لدراسة الدالة. إذن لدينا F تزايدية على، لقيناها تزايدية على الصفر بلس انفيني، أيضا تزايدية على صفر واحد، لأن صفر واحد راه ضمن صفر بلس انفيني. إذا إف ديال يو إن، الدالة التزايدية تحافظ على الترتيب. إذا إف ديال يو إن محصورة ما بين إف ديال صفر و إف ديال واحد. إف ديال صفر هي صفر، إف ديال يو إن يو إن زائد واحد، و اف ديال واحد راه لقيناها هي واحد. اذا الافتراض صحيح، اي ان او ان محصورة بين صفر و واحد. السؤال التالي، بين ان او ان متتالية تزايدية. اذا لنبين ان او ان متتالية تزايدية، اي لنبين ان او ان زائد واحد اكبر من او تساوي او ان لكل ان ينتمي الى ان. إذا في السؤال هذا غنحاولوا نستغلوا العلاقة أو النتيجة اللي لقيناها في السؤال 6 ألف أو 6 باء. في 6 باء كنا درسنا الوضع النسبي ديال إف دي إكس وديال إكس، ولقينا بأن إف دي إكس أكبر من أو تساوي إكس لكل إكس كينتمي لصفر بلس أنفيني. إذا لدينا هاد النتيجة هادي، هنا نعوض اكس بيو ان، لان يو ان راه حتى هي عباره عن متغير ينتمي الى صفر واحد، اي متغير ضمن هذا المجال هذا اللي هو صفر بلس انفيني. وبالتالي يمكن لي ندير بان اف ديال يو ان اكبر من يو ان، واف ديال يو ان راه تساوي يو ان زائد واحد اكبر من او تساوي يو ان. اذا يو ان متتاليه تزايدية. السؤال الموالي، استنتج أن المتتالية UN متقاربة ثم حدد نهايتها. إذا متتالية متقاربة، إحنا عندنا متتالية تزايدية، إذا خصها تكون مكبورة. بينا بأنها مصغورة بين صفر وواحد، إذا مكبورة بالعدد واحد. إذا لدينا، أو بما أن UN تزايدية ومكبورة بالعدد واحد، فإن UN متقاربة. ما معنى متقاربة؟ أي نهايتها منتهية. إذا متقاربة في L، أي الليميت ديال UN تساوي L بلس انفيني. في التتمة ديال السؤال طلبوا مني نحدد نهاية المتتالية. إذا
هنا عندنا واحد المجموعة من الشروط خصها تتحقق. إذا لدينا UN زائد واحد تساوي F ديال UN، عندي كذلك U صفر تساوي واحد على جوج تنتمي إلى المجال E اللي هو المجال صفر واحد، لدينا كذلك F متصلة في E، إذا إيه غناخدو هو صفر واحد، لدينا كذلك F ديال E، F ديال صفر واحد راه كيساوي صفر واحد، أي F ديال E راه ضمن المجال E، وعندي UN متقاربة، إذا خمسة ديال الشروط كلها محققة، إذا متقاربة في L، إذا مكتحققنا الشروط كنقول بأن L هو حل المعادلة f ديال x تساوي x. طبيعة الحال هنا L ينتمي إلى مع L ينتمي إلى المجال صفر واحد، إذا f ديال x كتساوي x، غادي نحاولو نلقاو L تكافئ x كاري ناقص x ln ديال x تساوي x، إذا x كاري ناقص x ln x ناقص x تساوي صفر، كنعملو بx كيبقى عندنا x ناقص ln x ناقص واحد تساوي صفر، التعبير اللي كاين بين قوسين هو g ديال x، إذا هنا عندنا إما x تساوي صفر أو g ديال x يساوي صفر. جي ديال إكس تساوي صفر هذه شلناها في الجزء الأول ديال التمرين، وشلنا بأن الجي واحد راه تساوي لنا صفر، إذا إكس يساوي واحد أو إكس يساوي صفر. إذا هنا لقينا حلين، ولكن هو عادة هو تيكون عندي حل واحد ماشي حلين، إذا هنا حل واحد خصو يمشي بحالو. إذا كيفاش كي غادي ندير نختار ما بين واش الحل واحد واش صفر ولا واحد؟ إذا شكون اللي كيحسم لي في هذه العملية هي الرتابات المتتالية، دونك عندنا حنا UN متتالية تزايدية، ما معنى تزايدية؟ أي الحدود ديالها كتكبر، أي U0 كنلقاوها صغار من U1 كنلقاوها صغار من U2 إلى آخره، دونك الحدود كتكبر، حنا كنعرفو بأن UN محصورة بين صفر وواحد، أي الحدود المتتالية تؤول في اتجاه الواحد. وبالتالي فالواحد هو الحل، إذن ليميت ديال U N في بلوس انفيني كيساوي لنا واحد، كو كانت عندي المتتالية تناقصية غيكون الحدود تؤول في اتجاه صفر، وبالتالي كان غيكون عندنا الحل هو صفر. إذن هذا كان آخر سؤال، لا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.